النهارده دكتور محمود حامد الحصري، مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة، جامعة الوادي الجديد. أهلا بحضرتك أهلا معايا. بحضرتك أستاذ رنا، أهلا بحضرتك. طبعا وإحنا بنتكلم عن هذا المشروع ما ينفعش إن أنا أتجاهل الحديث عن سيناء الحبيبة وأهمية سيناء عبر العصور. هو طبعا مشروع التجلي الأعظم هو مشروع عملاق بيقام على أرض مصر. طبعا القيادة السياسية كل يوم بتتحفنا بكل ما هو نعم جديد، طبعا من نقل المومياوات لافتتاح طريق الكباش للمشاريع الإنشائية العملاقة. طبعا أنا بتكلم في كل المجالات، بس أكيد احنا طبعا بنتكلم، خلينا في مجال السياحة والآثار. طبعا ما فيش كل المعالم الأثرية والمعالم السياحية تم تنميتها، ولكن الدولة بدأت تنظر لسيناء نظرة مختلفة طبعا منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ان هي الدولة توجه اهتمامها لبقعة كانت منسية قبل كده، ويتم تنشيط السياحة فيها على نمط كبير جدا، وده اللي هيجعل سيناء يعني من أكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم. ولكن لو هنرجع بسيناء لجذور وأعماق التاريخ، حضرتك هتلاقي إن سيناء ليها مسميات في اللغة المصرية القديمة. نعم يعني أنت حضرتك عندك طامفقات، يعني أرض الفيروز، ده اسمها طامفقات يعني أرض الفيروز. عندها ختيومفقات، ختيومفقات يعني مدرجات الفيروز. عندك كلمة جومفقات اللي هي جبال الفيروز. عند حضرتك خاصة مفقات اللي هي صحراء الفيروز. طاشسمة اللي هي أرض المعدن الأخضر اللي هو المعدن النفيس. فمعنى ذلك إن أنت بتتكلمي على بلد كانت مميزة جدا بالفيروز، ومميزة بالأحجار الكريمة اللي كانت بتستخرج من سيناء. برضو عن حضرتك اسم سينا مستمد من اسم الإله سين، تمام؟ فحضرتك انت بتتكلمي عن ان المصري القديم سكن سيناء منذ عصور ما قبل التاريخ، لان نعم طبعا في ناس كتيره جدا بيبداوا يشككم في ان المصري القديم سكن، قال لك لا ده المصري القديم كان حوالين ضفاف النيل. لا، انا اقول لحضرتك برضو المصري القديم كان سكن في سيناء، والدليل على كده ان حضرتك دخلنا في عصر اسمه العصر النحاسي. نعم العصر النحاسي ده في مصر اللي هو عصر استخدام المعادن، المعادن كلها كانت بتيجي من سيناء. من سيناء. لو جيتي بصيتي حضرتك برضو بعد العصور التاريخية، لقينا ان الملوك نفسهم كان لهم بصمات في ارض سيناء. يعني بالضبط عند حضرتك الملك زوسر والملك سنفرو كان ليهم بعثات تنجيمية للتنجيم اللي هم ينجموا يعني في نعم المناجم وينقبوا عن المعادن اللي هي موجودة في سيناء. عند حضرتك في الدولة الوسطى، عند حضرتك في الدولة الحديثة. واكتر حاجة كان اهتم بيها المصريين بسيناء منذ ان خرج الهكسوس من سيناء. ليه؟ لان حضرتك احنا لاحظنا ان سيناء هي بوابة مصر، هي امن مصر. فالمصريين القدماء نفسهم هم لاحظوا الكلام ده، فعشان كده كان عندنا طريق مهم جدا اسمه طريق حورس الحربي. الطريق ده تم اكتشافه على يد عالم اسمه بيتري. العالم ده حدد حوالي 11 نقطة موجودة في سينا. بيتجه من حضرتك عندنا كذا نقطة موجودة في سينا لحد رفح في الشمال. عندنا من أشهر النقط ومن أشهر الحصون اللي موجودة تلال حبوة، عندنا قلعة صارو، عندنا كذا نقطة الجيوش المصرية القديمة كانت بتسلكها عشان خاطر إن هي تدافع عن حدود مصر أو تبدأ أو تفتح حدود جديدة دخلتها العائلة المقدسة. فأنت بتتكلمي على بقعة مقدسة من أرض مصر. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بسيناء قبل أن يقسم بمكة المكرمة، وهذا ليس تقليل من مكة لا طبعا المكرمة، مستحيل. ولكن من مكة المكرمة ليها قدسيتها عندنا كمسلمين، ولكن سيناء برضو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فإذا الله سبحانه وتعالى أقسم بالبقعة المقدسة، ربنا لم يتجلى سوى على أرض سيناء. بالظبط سيدنا موسى. طيب احنا يمكن على أرض سيناء يجتمع المعبد بجوار المسجد بجوار الكنيسة، دلالة على التجاور بين الأديان الثلاثة، مما يوحي بالسلام والتسامح طيب وتقبل الآخر. هقول لحضرتك على حاجة مهمة. أنت لو جيت حضرتك بصيت لسيناء كبلد، يعني هتبص تلاقي سينا مقسومه. طبعا حاليا احنا عندنا شمال سينا وجنوب سينا. نعم عندنا مناطق اثريه كتيره جدا في الشمال، تلال وتلال حبوه وصارو والى اخره،
عندنا برضو في الجنوب، جنوب سيناء، عندنا مناطق اثريه وسياحيه كتيره جدا، قلعه صلاح الدين، وعندنا عندنا سرابيط الخادم، معبد سرابيط الخادم، معبد الاله حتحور. هتبص تلاقي حضرتك عندنا الدير سانت كاترين، عندنا الجبل بتاع موسى، سيدنا موسى، اللي سيدنا موسى تلقى عليه الوصايا، الوصايا العشر. الوصايا العشر، عند حضرتك برضو الجبل اللي ربنا تجلى عليه. ولكن طبعا هو اثاره موجوده، لكن الجبل نفسه طبعا، لان القران بيقول ايه، لما ايه، لما ربنا، لما سيدنا موسى طلب من ربنا بالظبط اللي هو ايه، ان هو انه يراه، يراه. فقال له ايه، لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فلا فايه بالظبط فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة دكا وخر موسى صعقة. صعقة يعني معنى ذلك ان ربنا لم يتجلى سوى على هذه الارض المقدسة، إلا من في ارض هذا المكان الا فقط هذا لا غير. المقدس. حتى يقول لك ايه، فاخلعنا عليك انك بالوادي لك بالوادي المقدس طوى. المقدس فانت طوى. بتتكلمي على مكان طاهر، مكان يعني مكان روحاني على اعلى مستوى. فانت بتتكلمي على اثار اسلامية، اثار مسيحية وقبطية، آثار إسلامية، آثار يهودية، الديانات الثلاثة كلها، أي أثر سواء مجتمع في أرض مجتمع، سيناء مجتمع في الحبيبة. أرض سيناء الحبيبة. نعم. فدي حاجة مهمة جدا، وده فخر لينا كمصريين إن إحنا عندنا بقعة مقدسة من أرض مصر وهي سيناء. بنقول للعالم كله من جميع الديانات تعالوا زوروا مصر، تعالوا شوفوا الآثار بالظبط. الإسلامية، تعالوا شوفوا الآثار الفرعونية، تعالوا شوفوا الآثار اليونانية والرومانية والقبطية إلى آخره. فدي حاجة كويسة جدا بتميز أرض سيناء. طيب خلينا